لم يكن أحد ليتوقع أن جسر وادي الأثل العمود الفقري الرابط بين العاصمة طرابلس ومدن جبل نافوسا ومناطق غرب ليبيا سيعود ذات يوم إلى ما كان عليه بعد الضربة الموجعة التي تعرض لها قبل نحو عقد من الزمن. فذلك اليوم الأليم وما زال محفورا في ذاكرة سكان الجبل، فتم استهداف الجسر بسيارة مفخخة تسببت في إغلاقه. وعلى أثر ذلك اتخذ سكان الجبل مسلكا بديلاً ليس أقل وعورة عن طريق الجسر للوصول إلى العاصمة، وذلك عبر شق طريق وسط الوادي تسببت في مصرع العشرات غرقاً بسبب السيول خلال السنوات العشر الماضية. وبفضل الجهود المتواصلة تمكنت السلطات المختصة من إعادة بناء الجسر الواقع بين منطقتي بئر الغنمية وبئر عياد وتأهيله ليعود من جديد ويربط العاصمة بالمناطق الغربية لتنتهي الأزمة وبعد 10 سنوات من المعاناة.